انت لما يبقى جارك متأذي وانت سايب الدنيا وبصص عليها او بتغض الطرف عن بعض الاشياء اللي شايف انها بتفيد الشعب الفلسطيني عشان يصمد ويعيش، وفجأة تكتشف ان هذه الانفاق مش بس بيدخلها السلاح ويخرج يعود منها مرة اخرى اليك لعمليات تفجيرية في مصر. مش بس دي، انت لما تلاقي المسألة اتحولت لتجارة رابحة، تبص تلاقي عربيات جاية من السودان محملة أسلحة، تيجي طيارات إسرائيلية عبر البحر وتضربها على الحدود المصرية. ده اللي قالت على الشروق. طب ماذا لو جوبت داخل مصر؟ لما انت تلاقي ان اصبح مصر باتت او ابحث على ابواب التحول الى سوق للسلاح في العالم، معروف السلاح في مصر ليه؟ لان اخواننا بيهربوا من البحر ومن السودان على مصر زي ما بيهربوا زي ما بيهربوا من خدمتها. طبعا قالت ان مصر بقت سوق سلاح، بقت سوق سلاح 50% من يدخل غزه و50 يتباع جوه مصر، وهيدين مين على قطعه السلاح دي اللي جايه من السودان او جايه من بره ووقعت في يد بلطجي لا يرحم احد؟ هيطالب مين؟ هيطالب الحكومه اللي عايزينها تغض الطرف على تجاره السلاح. 11 مصنع يضبط على الحدود مع مصر يصنع الصواريخ ويصنع السلاح. طب السلاح ده بيقعد عن الحاجه وحماس جالها سلاح من البحر ومش هتشتري، مش ده بيخلق سوقه؟ طب ليه بيتعمل ده؟ مسؤول ليه؟ في سوق، في ناس بتيجي تشتريه. هو انا هعمل مصنع سلاح وانا ما عنديش سوق ليه؟ ما وديش الناس هتشتري منه؟ الشركه المساحه هتشتري منهم؟ اثنين، لما انا اغلق ال 11 دول، خد بالك من الكلام، تمام، واروح اقطع دابر اللي بيهربوا من بره. طيب الناس اللي عايزه سلاح عشان السوق عالي وسعر الطلقة ثلاث أضعاف السعر العالمي وسعر الرشاش ثلاث أضعاف، أعمل إيه؟ أسرق سلاح من سكنات الجيش أو سكنات الشرطة وتتولد؟ ما هو مش الحاجة أم الاختراع. صح. أنا عندي سوق، جيت أهرب مسكون، جيت أصنع قتلوا المصنع، زنقت عليه سلاح وقت الظباط وقت البتاع. وهناك في مخزون الأمن المصري العديد من القضايا في محاولات من هذا النوع، اخرهم محاولات الولاد بتوع الزيتون اللي حاولوا يخبروا عساكر امام جهات معينه وياخدوا منهم سلاح. اثنين، لما انت تفاجئ ان افظع نوع من المتفجرات في العالم السي 4 كويس، اللي قيمه التفجيرات بتاعته 20 ضعف الديناميت العادي، ده برضه اتصابه شنط مقفوله واحزنه مصنعه في غزه وضبطت في مصر بتحيات من الدوله في قضيه خليه حزب الله. شنطتين فيها متفجرات سي 4 مصنعه جوه غزه واربع احزنه جايه ليه؟ تصور معاها؟ جاي ناخد صورة معاها لقطة يعني، ولا جاية تعمل ايه في مصر؟ السلاح ده جاي من غزة إلى القاهرة يعمل ايه؟ السلاح اللي ضبط مع الفلسطينيين اللي اقتحموا الحدود في صعيد مصر. رايحين الصعيد بالسلاح يعملوا بيه. بس فقط نصيب مصر من المعونات التي دخلت مع الرفح فقط، لا بنتكلم عن كرم ابو سالم ولا بنتكلم عن العوجه، بنتكلم عن معبر رفح بس، وبتكلم عن نصيب مصر بس. 856 طن دقيق، 98 طن الباني، 165 طن لحوم مجمده، 7911 طن من الادويه، 12679 كيس دم، 224 سياره اسعاف، 4 ثلاجات نقل دم، 194 عياده متنقله، 56 اسطوانه اكسجين، 26 شاحنه مدرسه متكامله في 11 فصل كل شاحنه، و55 الف حقيبه مدرسيه. 3 قوافل كبرى اللي اتكلمنا عنهم.
شريان الحياة واحد، شريان الحياة اثنين، تحيا فلسطين واحد، الأمل الأوروبية وادي شريان الحياة ثلاثة، فيها 35 سيارة أسعاف وأربع شحنات أدوية و36 طن أدوية. خرج من الأشخاص 2034 معتمر، وفي أغسطس وفي نوفمبر 5227 حد غير المرضى والمعتمرين، غير ان المعبر بيتفتح استثنائيا للمرضى والعالقين كل يوم. ايه حل الازمه؟ الاتحاد الاوروبي يرجع يصرف على المعبر طبقا للاتفاقيه، لكن لما عملوا الحسم العسكري وكتلوا من فتح 500 واحد في يوم واحد وقلطوهم من الدور ال 12 وسحروا اجسادهم فيهم، مقاومين بالمناسبه في فتح اسرائيل كانت حاطه على رقبتها مليون و2 مليون دولار، تم سحلهم بالكامل في غزة على مرأة ومسمع سميح المدهون، جمال أبو جديان، بهاء أبو جواد، أمن الدولة، ده الفلسطينيين، ده الفلسطينيين اللي اتسحلوا واتقطعت رقبتهم مقاولين. أنا بتكلم على المعلومات، المعلومات دي جاية من السلطة الفلسطينية. هناك فلسطين اتذبحوا في الشوارع، إسرائيل كانت تفتح عملاق وتجيبه حطها على قائمة المطلوبين. سميح المدهون اللي دوخ الاسرائيليين، جمال ابو جديان، بهاء ابو جواد، احمد حلس احد اقدم واشرف المقاولين الفلسطينيين، مسؤول حركه فتح، مين اللي خلاه سلم نفسه لاسرائيل بالملابس الداخليه؟ حركه حماس، وقتلت 11 واحد من اسرته في يوم واحد. فانت النهارده عندك ضرر كبير للفلسطينيين اسمه مجاعه، زي ما انت بتقول، برغم ان عندك 120 مليون دولار شهريا ميزانية السلطة اللي بتديها لك، وعندك 85 مليون دولار صنعت برنارد دلوقتي في غزة، كانوا تمرجية بيدوا حقن، دلوقتي بيشتروا فيلل بمليون ونص دولار، وبيشتروا بيركبوا عربيات اس 500 مرسيدس، قادة حماس بعضهم كانوا تمرجية بيدوا حقن في المستشفيات. النهارده الأنفاق صنعت برنارد 85 مليون دولار حصيلة الضرائب أو الإيتاوات من الأنفاق شهريا. طيب انت النهارده لما بتتكلم عن امنك القومي، انت يا حماس لما بتقتل عبد اللطيف موسى تعدمه بالرصاص في الشارع، اللي هو قائد الروحي لجماعه جند انصار الله، بتقول ده خطر على الامن القومي، لما مقاولين زي اللي قلنا اسمائهم دول بتذبحهم في الشارع، ولما نكلمك تقول ان ده خطر على الامن القومي، مين؟ لحركه تعدادها 10,000 بني ادم في بلد في 1000 مليون و400,000 مساحته تتعدى مساحه شبرا. بس هم طب النهارده انت بتتكلم عن امن قومي لبلد فيها 80 مليون، اكبر دوله في المنطقه، اللي يحط لنا الاعانات اللي دخلت غزه في كفه، والاموال التي دخلت غزه في كفه، وميزانيه محافظه فيها 3 مليون مصري في صعيد مصر في كفه. الناس متخيله ان ده باب الناس بتدخل منه، وان الباب ده بتاع مصر ومصر غلقان، لا حماس ولا اللي هو حماس ايران ولا سوء تقدر تحميه، قافله واحده تخش بدون حمايه ومظله مصريه حقيقيه، لان الجبروت المصري والقوه المصريه والقوه الناعمه المصريه وسمعه مصر في العالم ومهابتها في العالم وسمعه الرئيس مبارك وقوته ومهابته وعلاقاته الدوليه هي التي تسمح لاسرائيل بان توطي راسها وتسمح لهؤلاء الناس اللي رافعين شعار الموت لاسرائيل. النهارده لما انت تبقى رافع شعار الموت لاسرائيل ويدخلك حدوده عشان تودي غذاء ودواء لاعدائه، دي قوه، قوه مين دي اللي بتجبرك كاسرائيلي تعمل كده؟ البوصله الحقيقيه يا استاذ جابر هي ان يتوجهوا للمعابر الاسرائيليه، العدو ليس في مصر، والجند المصري الذي قتل اليوم ليس هو العدو، العدو هناك في اسرائيل، عدونا نحن وعدوهم هم وعدو الجميع، عليهم ان يوجهوا سهامهم الى العدو الاسرائيلي.